بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في السابق قد عملنا عمل وسوينا مجسم لقرية المراغة ولجداننا اللي بأشرح عنهم بعد شوي، ولكن الحقيقة لما شغلنا الفيديو وشاهدناه وجدنا فيه بعض الملاحظات وحبيت أن أصححها. هذولا المجموعة اللي أنا اخترتهم علشان أعمل العمل من شأنهم هم في الحقيقة في الوسط، لا هم بجداننا القدامى ولا هم بالتالي، وهم يحيى بن مفرح وفالح بن مفرح بن فالح، محمد بن فالح وسعيد بن فالح وعبد الله بن فالح ومانع بن حسين وسام بن حسين ومفرح بن حسين. هذولا في الحقيقة قد مضى على وجودهم 150 سنة. أنا اخترت المجموعة هذولا على أساس عندي عنهم معلومات، أما ما قبلهم في الحقيقة لم يكن عندي عنهم معلومات كافية وما حبيت أني أدخلهم في الموضوع. فيه ملاحظة، هذولا جداننا هذولا القدامى اللي هم من محمد ومانع وغنام ومسفر ووجل، هذولا لم يكن عندي عنهم معلومات كافية ولا الكثير منا يا بجد. فوجد الأخ حسين بن فالح أوراق على عهد جدانا لها مئات السنين، وبحث فيها وتعب فيها حتى وجدنا الأسماء هذه اللي هم محمد ومانع وغنام ومسفر وبجل، حصلهم ورتبهم زي ما انتم شايفين وجزاه الله خير. وعلى أساسها سويت أنا الشجرة هذه. أما ما بعد المجموعة هذول اللي بنتكلم عنهم بعد شوي في المجسم فلا داعي نحن نشرح عنهم، لأنهم أهل بجل عارفين عنهم ولا يحتاج أني أشرح عنهم. الآن نذهب إلى المجمع ونشرح عنه بالتفصيل. على بركة الله، الآن نبدأ نشرح عن الجزء ده من قرية المراغة. الجزء ده مصغر ولكنه يشمل منطقة، يشمل حيز كبير من منطقة من قرية المراغة. الجزء هذا اللي نواقف قدامه هذه الجهة الغربية من قرية المراغة، وهي حدها من الغرب. هذه المنطقة، الجزء هذا يسمى الدخش العلق، وهو مقسوم نصين، نص للمفرح ونص للحسين. الجزء ذا برضه يشمل العمارة ويشمل عبيصة آل حسين وعبيصة آل سالم. عندنا والدخشين العلاء وين حدودها، حدها من غرب اللي هي عمارة العيال وعمارة مانع بن عبد الله وأرضية آل مسعود، من الشرق اللي هو بيت آل سعيد بن مفرح، وبرضه يقابله من الشرق إلى الجنوب اللي هو بيت آل حسين بن مفرح. هذه هي حد الدخشين العلا. بعدها العمارة وعبيصة زي ما قلت لكم، بناتي إلى المنطقة هذه اللي فيها الشجرتين الكبار هذه علوب كبيرة جدا،
يمكن قليل مثيلها في نجران، كبيرة كبيرة مرة. هذا يسمى مكان لا الحسين، وهذا يسمى مرحان لا المفرح. الآن ما عادها موجودة مكان، ولا عاد النخيل هذه كلها موجودة مكانها، انشالت كلها لأن الناس كثروا واحتاجوا للأرض وبنوا فيها فشلوها كلها. لكن هي على عهد، على عهد جدانا أهل البيوت هذه، هي كانت بضعها الحالي كذا، هي كانت كذا، كانت نخيل ولا يوجد إلا الثلاثة المجمعات هذه. لكن الآن ما عاد منها إلا القليل القليل جدا اللي هي النخيل هذه، ما عاد فيها منها شيء. هذا برضه يسمى الذيل، اللي هو من الحدبة إلى المرغة كلها نخيل زي ما أنتم شايفين، والمنطقة هذه برضه الذيل. الآن لو تروح تتمشى في المراغة ما تحصل الحاجات هذه، ما عادها موجودة نهائي إلا قليل جدا، قد كلها بيوت، ما عاد فيه نخيل ولا عاد فيه شيء قد بنوا فيه. بقى عندنا الحجر ذا، تشايفينه حجر كبير وفوقه حجر صغير، هذه تسمى المرضحة، هذه كانوا يرضحون عليها العجم والقوق للغنم أول، كانوا يتناوبون عليها النسوان على الحجر ذا. كل ناس لهم وقت معين ويجون يرضحون عليها. النقطة الثانية، الحد هذا الخارجي اللي أنتم شايفين، هذا الحد الخارجي كامل، هذا هو، هذه هي خارطة المرارة كله، هذه تعتبر خارطة المراغة بما فيها الحدبة بالضبط، هذه خارطة كاملة لقرية المراغة. الآن نبغى نشرح عن المجمع الأول. المجمع الأول هذا كان ساكن فيه مجموعة من آل حسين، كان ساكن فيه مفرح بن حسين وموانع بن حسين وسالم بن حسين وأولاده، كانوا ساكنين في الدرب الطويل ذا اللي أنتم شايفين البيت هذا. في فترة من الفترات ممكن كثروا الناس في البيت ذا وما أخذهم مانع بن حسين أن انتقل من البيت ذا وبنى له البيت هذا وسكن فيه البيت هذا. وكان مانع بن حسين معها أولاده، جاله بنت وجاله ولد وبنت، ولكنهم في سن معينة توفوا الاثنين. سالم بن حسين برضه انتقل إلى البيت هذا، بناه وسكن فيه طبعا مع أولاده اللي هم مانع بن حسين ومحمد، مانع بن سالم ومحمد بن سالم وعبد الله بن سالم، كلهم سكنوا في البيت ذا. اللي بقى هنا مفرح بن حسين مع أولاده. في فترة من الفترات وبعد ما توفى، في وقت من الأوقات جاء يحيى بن علي بن صمع إلى آل حسين وقال لهم هذا البيت فاضي وأريد أسكن فيه، فوافقوا آل حسين وعطوه البيت وسكن فيه مدة لا بأس بها. وأنتم تعرفون حالة الناس بالسابق، يعني كانوا كلهم محتاجين. ثانيا اللي خلى يحيى بن علي يجي إلى آل حسين فيه مقدمات لهذا الشيء، حيث أن زوجة يحيى بن علي كانت مرضعة الوالد مانع بن سالم بن نجر. فيه ملاحظة أخرى، عندما أراد يحيى بن علي بن صمع الرحيل من المراغة كان عنده نجر، والنجر في ذيك الأيام كان له قيمة كبيرة جدا، فأعطى النجر لجدي سالم بن حسين وقال له هذا هدية لك
مني بمناسبة رحيلنا من المرارة. أخذه جدي سالم وشكره على ذلك وصار يستخدمه حتى تعب وزاد عليه المرض، فأعطى النجر للوالد مانع بن سالم وقال هذا نجر يحيى بن علي أهديه لك. صار الوالد مانع يستخدمه حتى توفى، والنجر لا زال عند الوالدة حتى اليوم. طريقة يحيى بن صمع في إهدائه للنجر تأتي من باب رد الجميل، وهذه حاجة يشكرون عليها الجميع، لا كان جداننا ولا كان ابن صمع. بعد رحيل يحيى ابن علي بن صمع من هذا البيت انتقل الوالد مانع بن سالم إليه، ولده حسين بن فهد. ولكن في فترة من الفترات انتقل حسين بن مفرح إلى بيته اللي هنا في الحدبة، بيت بيت، هذا بيت والده عطاه إياه وسكن فيه، سكن هنا. الآن هنا مبنى مستطيل اللي هو هذا المبنى المستطيل مكون من غرف، من عدة غرف. تحت هذه الغرف تستخدم للغنم والبقر في الليل، يدخلونها فيه في الليل ما يخلونها برا من الخوف. في غرفة فوق لوحدها، هذه الغرفة كانت مخصصة لفروق البجل، مخصصة لفروق البجل والفروق، يعني ما كان فيه إلا تمر وحاجات بسيطة. هذا المكان برضه، هذا الموقع ده برضه يستخدم للمواشي. يعني عادة من أول يستخدمون الدور الأرضي بالضبط تحت، يستخدمون أهل المواشي فقط. الآن انتهينا من المجسم ده. هذا المجسم رقم 2 يضم، يحتوي على البيت هذا والمسجد والبيت هذا. بالنسبة للبيت هذا اللي هو حق سالم بن حسين شرحنا عنه وانتهينا منه. الآن نشرح عن البيت ذا ومن اللي كان ساكن فيه. كان ساكن فيه عبد الله بن فالح ومحمد بن فالح وسعيد بن فالح، ومعهم عمهم يحيى بن مفرح كان ساكن معه البيت ذا. يعني البيت مكون من 4 أدوار، كل دور فيه شخص. طبعا الأدوار السابقة يعني كانت مختصرة، غرفتين ومنابعها. أما أخوهم الرابع اللي هو مفرح بن فالح سكن برا في المنطقة دي، هذه كانت فاضية من أول، وأنا له بيت هنا وسكن هنا في المكان ده. عندي ملاحظة بسيطة، يعني ليش يحيى بن مفرح اللي هو عمهم سكن معهم في البيت ده؟ ما أدري والله يعني إيش الموضوع. يعني أنا أقول قد يجوز إنه كان مشترك معهم في بناء البيت، أو ما حصل ما يبني له بيت، أو مفرح بن فالح تنازل العمه وخلاه يسكن في البيت ده. يعني هذا يدل على التكاتف من أول والاحترام والتقدير، هذا يدل على الشيء هذا. جلس يحيى بن مفرح معهم فترة في البيت ده، كثروا الناس وما زاد وسعهم البيت. انتقل يحيى بن مفرح مع أولاده إلى البيت هذا اللي في المكان مسمى الحدبة. أولاده اللي هم مانع بن يحيى وعبد الله بن يحيى ومسعود بن يحيى جاءوا وسكنوا معه في البيت هذا. نشرح نرجع لهم بعد شوية.
بره مفلح ابن فالح انتقل من هنا وراح الى بيتهم اللي في الحدبه، هذا لا الفالح وهذا لا ليحيى، وسكن هنا مع اولاده. طبعا له اولاد نرجع نشرح عنهم بعد شويه. قلنا اللي بقى هنا من هو؟ اللي بقى سعيد بن فالح ومحمد بن فالح وعبد الله بن فالح. اما مفرح فقد انتقل الى هنا، ويحيى بن مفرح برضه انتقل الى بيتهم اللي في الحدبه. عبد الله بن فالح انتقل ولده سالم لعبد الله الى بيت بجانب المسجد، بنى له بيت هنا بجانب المسجد. محمد بن فالح ما جاء له اولاد الظاهر ذكور، ما جاء له الا ما جاء عليه الا اناث. و يحيى بن فرح قلنا انتقل هناك. سعيد بن فالح، سعيد بن فالح بقى في البيت ذا، ولكن ولده فالح قد يجوز كبر يبغى استقلالية أو يبغى زواج أو شيء من هذا، انتقل من هنا وبنى له بيت في المنطقة هذه، بنى له بيت في المنطقة هذه، قد يجوز أنه لا زال موجود إلى الآن لدى فالح بن سعيد. هذا المسجد كان يصلون فيه اللي موجودين في المنطقة دي، وكانوا قليلين يعني حسب حجم المسجد، المسجد كان صغير ولكنهم كانوا قليلين طبعا، وكانوا يصلون في المسجد ده. ننتقل إلى البير، هذه بير المرارة، ما كان فيه مكاين ولا كان فيه شيء، كان ما كان فيه إلا السواني، كانوا يسنون عليها لسقاية للري المزارع وللشرب. كانوا يستخدمون المداح ذا القبلي للسواني والمداح اليماني، كلها الاثنين كانوا يستخدمونها لأن المزارع كانت كثيرة. فذولي إذا سنوا هنا استخدموا المداح ذا، الساقية تروح من هنا وتشترك مع هذه وتروح إلى المزارع. هذولا إذا سنوا هنا الماء يروح مع الساقية دي ويخرج من هنا من تحت الجدار من تحت السور، ويطلع من هنا من تحت العلوب ويرجع للمزارع. بالطريقة هذه بالضبط كانت كذا زي ما هي الحين يروح المزارع. لكن في ملاحظة، في بعض الأوقات يصير عندهم ضغط على السواني فيعطون السواني الثنتين كلها تسني عند شخص واحد ومع ساقية واحدة علشان يخلص بسرعة ويأخذون الماء اللي بعده، كانوا يعملون بالطريقة هذه. شكرا. المنطقة هذه الخضراء ما أعتقد إحنا ما شرحنا عنها، هذه المنطقة اللي هي كانت زراعية، كانت الأرض الزراعية اللي كانوا يزرعونها، يزرعون فيها البر والذرة، هذه كانت كلها مزارع. ترى الآن يعني ما عاد منها إلا القليل، ترى ما أخذوا منها مساحات وبنوا فيها. هذه الخضة هذه هذا موقعها بالضبط من أول، من أول بجانب القصبة، هذه نسميها القصبة، هذه نسميها القصبة، هذه تستخدم للحراسة والمراقبة، هذه يسوون فيها حراسة في الليل ومراقبة في النهار على أساس المزروعات تبعتهم ما حد يجي يسرقها، ما حد يسرقها، يتناوبون على المكان هذا لأنه يكون متوسط للمزارع ويكشفون المنطقة كاملة من المكان ذا. هذه اسمها القصبة. وهذه المدخلة، هذه المدخلة هذه لا لحية يقولون، هاي يقولون انها لا لحية. ودائما
كل سنة تثمر، بعكس نخل نجران. نخل نجران يعني قد يجوز يثمر سنة وسنة ما يثمر، هذه حاجة معروفة. أما النخل هذه هي تثمر كل سنة، ولكن ثمرها صيص، يجي صيص دائما ما يجي فيه حيل. فسألنا عن مشكلتها النخل هذه، قالوا إنه مر عليها صاعقة وقد يجوز إنها أثرت على قلبها وخلتها يصير الشيء هذا. عندنا بعد هنا البوابة هذه الملاحظة هنا، هذه البوابة، هذا الباب من هنا يدخل إلى المجمع ذا فوق هنا، أنتم شايفين فوق غرفة، هنا في غرفة هذه كان فيها واحد أسمر يسمى خميس بن بروان، خميس بن بروان ساكن فيها مع أهله. شوف الغرفة ما أصغرها، وكان ساكن فيها، لكنها كانت تعتبر عنده من أول، يعني زي سكن مسلح، ولكنها كانت غرفة متواضعة من الطين وكان ساكن فيها. احنا قلنا في السابق ان يحيى بن مفرح انتقل من المراغة الى الحدبة مع اولاده، من هم اولاده؟ مانع بن يحيى وعبد الله بن يحيى ومسعود بن يحيى، الثلاثة هذولا كانوا معه في البيت ده. ولكن بعد فترة من الفترات أما أنهم كبروا يريدون الزواج أو يريدون الاستقلالية، فرجع منهم عبد الله بن يحيى ومسعود بن يحيى إلى المراغة وبنوا لهم بيت في المكان ده، بنوا لهم بيت في المكان ده، ولا زال إلى الآن البيت هذا لازال إلى الآن، وبنوا لهم الاثنين هذولا بيت وسكنوا فيه هنا في المراغة. أما مانع بن يحيى فبقى مع والده في البيت ده حتى توفى. أما مانع بن يحيى فبقى في البيت هذا حتى بعد وفاة والده مع أولاده يحيى وعبد الله، وبقى في البيت هذا فترة طويلة. هذا قلنا انتقل إليه من؟ مفرح بن فالح، انتقل إليه مفرح بن فالح من المراغة، من المكان ذا، من الواقع ذا، وانتقل إلى البيت ذا مع أولاده برضه، أولاده اللي هم مانع الكبير، مانع الصغير، وسعيد بن مفرح. مانع بن مفرح كبير، سعيد بن مانع بن مفرح الكبير، ومانع بن مفرح الصغير، وسعيد بن مفرح انتقلوا معه إلى البيت ذا برضه. بعد فترة انتقلوا العيال اللي هو مانع، اللي هو مانع الكبير، مانع الصغير، وسعيد، سعيد بن فرح ومانع الكبير، وانتقلوا إلى المراغة، إلى المكان هذا، وبنوا لهم فيه بيتين ولا زالت موجودة إلى الآن. بيوت طين ترى، يعني كل الكلام اللي أتكلم عنه كلها بيوت طين، ما فيها مسلح أبدا، كلها طين ولا زالت موجودة إلى الآن. هذا قلنا البيت خاص بن فرح بن حسين، بن فرح بن حسين كان معه ولده حسين بن فرح. بعد فترة انتقل حسين بن فرح إلى البيت ده، أعطاه إياه والده وسكن فيه، سكن في البيت هذا حسين بن مفرح مع أولاده حمد ومهدي، حتى جاء بعدين وبنى له برضه بيت ثاني في المراغة. هذا المسجد تابع لهل المجمع ذا، المجمع ذا يصلون فيه، وتراه صغير يعني مرة، ولا زال موجود إلى الآن. برضه البيوت هذه لا زالت موجودة إلى الآن. هذا صغير لأن عدد الناس اللي ساكنين هنا في البيوت هذه قليل، فكان يأخذهم، ولا زال موجود إلى الآن. هذه المكان هذا، هذه البوابة، ويستخدمونها للمواشي، فيها
هنا غرفة كبيرة داخل على الطريق، كان يستخدمونها المواشيهم، وهذه البوابة اللي يدخلون. ونأتي إلى الختام ونقول رحم الله المتوفين جميعا، والذين ذكرناهم بهذا العمل كلا باسمه، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، وأن يقيهم شر عذاب القبر والنار. بالأخير أهدي هذا العمل إلى آل بجل جميعا دون استثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.